جداً في الأحداث في القرى كيف التقييم يأثر هذه الفئات اللي تصير في الفئات أيضاً الجميلة وتتواجهكم ونشاهد
إذا لدينا أولى النتائج من وهي لوري روز المالك هو مربط الغربي سكور بين الفرس رقم 394 أرمانيا مونيسيوني مربط الريح فصيلة 18.5 مرتين 19 أربع مرات رأس والعنق 4 times, head and neck, 18, 18 and a half, 19, 18 and a half, twice, 16, this top line, 17 and a half, 18, 17 and a half, 18, 3 times, 15 and a half, 15, twice, 15 and a half, 3 times, movement, 19, 18 and a half, 19 times, 18, final, 4, 9 points, 63 points.
إذا لدي الآن نتائج الفصل 596 في أكتيفا. أكتيفا هي ملك مطبخ العبية. سكور سكور تايب العبية مع نتيجة الفرصة 567 14500 في فصيلة 19.19 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
4, we are number 300. 7, Piacenza, owned by Ashtahani Azad. 18.5 twice, 18.5, 19.5 times. Back, 19.5 twice, 18.5, 19.5 twice. Yeah, top line, 18.5 twice, 18.5, 18.5, 18.5. 16.5, 13.5, 15.5, 16.5, 16 twice. Movement, 20, 19.5, 19.5, 20, 19.5. Bring the total score to 92.63, and Piacenza takes the lead.
على فرصة 568 مخرج وفرصة الثلاثة من محمد الهاتفي فرصة نمبر 19.5 15.5 الفرز 399 واسا هي كالتالي الفصيلة 20 تيام 19 20 ونص 20 تيام 19 19 ونص ثلاث مرات الرأس والعنق 19 ونص مرتين 19 19 ونص ثلاث مرات اسم الانسياب الحلوي 18 ونص مرتين 18 ونص القوائم 15 ونص مرتين 16 الحركة 20 19 ونص 19 مرات النتيجة هي 92.63 تعادل مع الفرس 5 ولكن تجتاز
خلاص رقم ننتظر نتيجتها اللي هي تحقيق الحجة ننتظر الوصول النهائية لهذه البحث الجامعة نطبق النتيجة أنا بالنتيجة لنبدأ العلامات لهذه المدرسة جميع طيب هي 18.5 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
80.5, 88.75. Okay.
the messages and for us Arbami of the end and I say Alex about Al فصيلة 15 والنص خمس مرات 19 في الرأس والعنق 18 نص 14 نص ثلاث مرات اسم والانسياب العلوي 14 ثلاث مرات 18 نص كان القوائم 14 نص 15 نص ثلاث مرات 16 الحركات 19 نص 16 ثلاث مرات 80 أصل announcing the results for year number 402 Danakay Fufuf for Al Safwa Stud half 18 and a half 19 final score 89 points. I have a score of about 3 points. الفرس رقم 404 مكيدة لمربط الإسرائية هي كالتالي تصيلة 19 ثلاث مرات 18 نص 19 مرتين الرأس والعنق 18 نص ثلاث مرات جسم بطاقة صفراء
مصدر بطاقة صفراء للفرس رقم 408 للعرض. عرض مصدر بطاقة صفراء لعرض الفرس 408. Yellow card has been issued for the handler of the mare 408. جزء الفرس رقم 406 خراجة المربط البراري فصيلة 18.5 أنا الفرس رقم 448 عرض الميدان فايزة السكوير آخر المتنافسات في آخر جولات ثالث أيام بطولة قطر المحلية خيل العربية الأصيلة الفرس 408 والفرس 448 قبل أنها الخمسة الأوائل تسويج This program is authored by Thank you.
Scottsdale Arabian Horse Show invites you to experience the extraordinary beauty of the Arabian Horse. Bring the entire family to meet the world's most beautiful horses. Shop, eat, and have fun at the Scottsdale Arabian Horse Show. You'll want to attend more than one day to see and do all that the Scottsdale Arabian Horse Show has to offer. Buy tickets through Ticketmaster or at the door at Westworld of Scottsdale.
for the players مركز الرابع نجم فوردي فور خلاص رقم 404 حياة أكيدة مبارك للحربة السريعة الرائع الخيول العربية الأصيلة مركز المركز الخامس يا نمبر 403 الفرصة 503 وهي بعيدة بالجدار ونما نبارك لملك السيد ناصر محمد الهاجري ألف مبروك للجميع مبروك للجميع الفائزة الفائزة والعارضين التفريج توج الأفرس الفائزة السيد علي يوسف الرومي في سر اتحاد قطر الفروسية والخماسي ومسير بطولة قطر المحلية الخالدة والعشرون لجمال الخيل العربية الأصيلة مركز الأول فرس واسع للمالك ناصر محمد مستر الهاجري مبروك مركز الثاني فرس يتنزى للمالك أرباب الثانية عضو مؤسسة قطر مركز الرابع لمربط في المركز الخامس فريدة بنت خضر ملك ناصر محمد نصر الهاجري ألف ألف مبروك أفرز الفائزات وملاك سيداتي وسادتي وبهذا نختم ثالث أيام بطولة قطر المحلية 23 لجمال الخيل العربية الأصيلة انضموا إلينا بدن لرابع وآخر أيام البطولة في تمام الساعة الثانية ظهراً لميدان رانجين الداخلي. Ladies and gentlemen, and with that we wrapped up the third day for the 23rd Qatar National Arabian Horse Show. Join us tomorrow at 2 o'clock in the indoor Rangin Indoor Arena for the fourth and final day of the competition.